السلام عليكم، مرحبا أصدقائي في قناتكم صحتك أمانة. سوف أقدم لكم في هذا الفيديو معلومات نفسية وحقائق عامة عن الحياة ستفيدك في حياتك. الصدق والصراحة في حياة الإنسان قد تجعله يفقد الكثير من الأصدقاء، لكن ستوفر له أفضل الأصدقاء رغم قلتهم. عدم تقبل أحد الأشخاص لك هذا لا يعني أنك سيء الطباع، فقد يكون الخلل في تفكيره أو اعتقاداته أو تصرفاته. حسب لغة الجسد فإن المصافحة الرخوة تدل على ضعف شخصية المصافح أو عدم مبالاته، وهي تعطي انطباعا سيئا للشخص الآخر. إذا أردت إقناع شخص ما بأن يقبل بما تريد، ليس عليك سوى أن تلمس كتفه الأيمن وتتحدث إليه بصوت منخفض قرب أذنه، فغالباً بهذه الطريقة سيفعل كل ما تطلبه منه، حيث كشفت دراسة بريطانية أن تلك الطريقة لها دور فعال، حيث تستهدف اللاوعي للشخص وتحثه على القبول ونادراً ما يرفض. نفسياً ألم الرأس وآلام العضلات والعظام والظهر والمعدة وغيرها من الآلام والأمراض هي رسالة من جسدك تخبرك بأن حالتك النفسية سيئة بسبب أفكارك ومشاعرك السلبية. إن الأشخاص الذين يجلسون بجانب النافذة في المواصلات والقطارات والطائرات، لو سألتهم عن تفاصيل الطريق ستجدهم لا يتذكرون شيئا منها على الإطلاق. ترى هل أنت واحد منهم؟ أثبتت دراسة بريطانية أن الأشخاص الذين يغيرون صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر هم غالباً ما يعانون من مشاكل اجتماعية وعدم الرضا في حياتهم، حيث أكدت الدراسة أن تغيير الصور باستمرار تعد تعبيراً عكسياً لتلك المشاكل. كلما زاد حبك لشخص ما، كلما زادت نسبة تصديقك لما يقوله لا شعورياً، لذلك سوف يسهل خداعك من الشخص الذي تحبه مهما كنت ذكياً. الإنسان كلما تقدم في عمره وتذكر الماضي، كلما شعر أنه كان غبي وساذج في أغلب المواقف والأفكار التي كان يتبناها في يوم من الأيام، وهذا الشعور يعد دليلا قويا على نمو ذكائه، والعكس صحيح. إذا صدقت فكرة ما بداخلك وأصبحت تشغل نسبة 80% من خيالاتك وأفكارك، فإنك ستحققها في أجل لاحق، وذلك لأن عقلك سينفذ ذلك بأي وسيلة، وهذا ما يعرف في علم النفس باسم قانون الجذب. إذا كانت لديك خطة بديلة فمن غير المرجح أن تنجح خطتك الأصلية. في بعض الأحيان قد يكون من الأفضل ألا تكون مطمئنا للنتائج بدرجة كبيرة، فعامل الشعور بالخطر يعتبر من أهم الأسباب التي تدفعنا لتحري الدقة وتجنب الوقوع في الأخطاء. في سلسلة من التجارب أجرتها مجموعة من الباحثين، وجدوا أنه عندما فكر المتطوعون في خطة احتياطية قبل بدء مهمة معينة، فإن أداءهم كان أسوأ من أولئك الذين لم يفكروا في أي خطة بديلة، كما أنهم وحينما أدركوا أن لديهم خيارات أخرى انخفض دافعهم للنجاح بشكل كبير مقارنة بالمتطوعين الذين لم يكن لديهم أي خيارات. وعليه يؤكد الباحثون أن التفكير في المستقبل فكرة جيدة، ولكنك قد تحقق نجاحا أكبر إذا أبقيت هذه الخطط غامضة واكتفيت بحاضرك. يفضل العقل معرفة الأسوأ على أن يجهل المستقبل،
وجد بعض الباحثين أنه من الأقل إرهاقاً للعقل البشري معرفة أن شيئاً سلبياً على وشك الحدوث من عدم معرفة ما الذي سيحدث على الإطلاق. على سبيل المثال، نفضل معرفة أننا لن ننجح في الحصول على وظيفة معينة من أن نستمر في التفكير في أن هنالك احتمالاً ولو ضئيلاً في أن يتم قبولنا. السبب في ذلك هو أن الجزء من الدماغ الذي يتنبأ بالعواقب سواء كانت جيدة أو سيئة يكون أكثر نشاطاً عندما لا يعرف ما يمكن توقعه. بمعنى آخر، حدوث الأسوأ أقل تأثيراً وإرهاقاً للعقل من انتظار المجهول. العقل البشري مبرمج على رد الجميل. يوجد قاعدة في علم النفس تسمى قاعدة المعاملة بالمثل. تشير هذه القاعدة إلى أن رد الجميل ليس مجرد مسألة أخلاقية، وإنما نحن مبرمجون على الرغبة في مساعدة شخص قام بمساعدتنا بالفعل. يرجع بعض علماء النفس أن هذه الصفة تم تطويرها عبر الأزمنة للحفاظ على المجتمع ودفعه للعمل بسلاسة، حيث يشجع الناس أنفسهم على مساعدة بعضهم البعض. هذه الخدعة النفسية غالباً ما تستخدم في المتاجر المختلفة، حيث تقدم للزبائن هدايا مجانية لتشعرهم بضرورة رد الجميل وشراء بعض من منتجاتها. موضوعنا المفضل للحديث هو أنفسنا. لا تلم صديقك المنغمس في الحديث عن نفسه، إنها فقط الطريقة التي يعمل بها دماغه البشري. وفقاً لدراسة أجرتها جامعة هارفورد، تضيء مراكز المكافأة في أدمغتنا عندما نتحدث عن أنفسنا أكثر مما تضيء عندما نتحدث عن أشخاص آخرين. لنكن صريحين، جميعنا نحب الحديث عن مشاعرنا، أفكارنا الخاصة، وتجاربنا الحياتية، ولا ضير في ذلك، لكن لنحرص على ألا يكون حديثنا من باب التباهي والتفاخر، ولنمنح الآخرين فرصة ليتحدثوا هم أيضاً عن أنفسهم. الخيارات المتعددة ستصيبك بالشلل، ولا نعني هنا الشلل الجسدي بالطبع، وإنما شلل الأفكار. قدم الباحثون العديد من الأدلة على أن أدمغتنا تفضل بضعة خيارات قليلة على عدد كبير منها فيما يعرف بنظرية مفارقة الاختيار. تم إجراء تجربة على مجموعة من المشترين في أحد المتاجر، وقد وجد الباحثون أنه عندما كان الزبائن يجدون أنواعاً كثيرة ومختلفة من منتج معين، فإن إقبالهم على شراء هذا المنتج كانت أقل منها في حالة المنتجات ذات الأنواع الأقل. حزنك تجاه أي حدث لن يغير في الحدث شيئاً، سيغير ملامحك فقط ويجعلك أقل جمالاً وأكثر عرضة للاكتئاب. لا يوجد أحد لا يخلو من ضغوطات الحياة. نعيش على أرض أعدت للبلاء ولم يسلم منها حتى الأنبياء. لا تتكلم وأنت غاضب، لأن ما تقوله هو عكس ما تريد قوله. الأفكار الغريبة التي تأتيك في منتصف الليل، حيث تكون هذه الأفكار قبل النوم مباشرة وتجعل لديك رغبة حقيقية بأن تغير حياتك، وتجعلك تقطع وعودا مع نفسك بتبديل نمط حياتك، لكن بمجرد أن تستيقظ صباحا يختفي كل شيء ويعود كما كان. من صفات أصحاب الشخصية الأنانية أنه يتناسى أفعاله ويحاسبك على ردود أفعالك، وهو يعلم أنه السبب وراء ردة فعلك القاسية هي أفعاله. عندما تتظاهر بأنك بخير، سوف يصدقك الجميع باستثناء من يحبك، لأنه يفهمك جيداً من عينيك وتصرفاتك.
من أقوال سيغموند فرويد: المشاعر المكتومة لا تموت أبداً، إنها مدفونة وهي على قيد الحياة وستظهر لاحقاً بطرق بشعة. غباء منك عندما تكون وحيد تماماً وتظل وحدك طوال الليل تحصي ذكرياتك الحزينة مع أناس غرقوا في النوم منذ ساعات بينما تنتابك أعراض مرض الأرق المزمن. الشخص الذي يحب رائحة التراب بعد المطر، فاعلم أنه في العادة يكون شخص محبوب بين الآخرين، كما يتميز أيضا بالرزانة ورجاحة العقل، ويحب ذاته كثيرا، حيث يكون هؤلاء الأشخاص منشغلين كل يوم بمعرفة احتمالية سقوط الأمطار اليوم أم لا. أنا كذلك أحب رائحتها كثيرا، وأنتم؟ قدرتك على البقاء صامتاً لمدة طويلة دون أن تشعر بأي ملل من الصمت يدل على مدى قدرتك على التحكم في نفسك وأفعالك وتصرفاتك، كما يعمل أيضاً على زيادة قدرتك على التفكير بشكل موضوعي. لذلك غالباً ما تجد الشخص الذي يتميز بهذه الصفة يكون ناضجاً فكرياً، كما ينظر إليه المجتمع باحترام وتقدير. بعض الأشخاص تتحسن حالتهم النفسية تلقائياً، وذلك بمجرد شعورهم باقتراب فصل الشتاء وبداية الأجواء الباردة وسقوط الأمطار. إذا أردت يوماً أن ترافق شخصاً، رافق من يتقبلك بما أنت عليه، فهو لن يجبرك على ترك بعض من الأمور التي تعد هي أساس شخصيتك. رافق من يشعرك بجمال وحلاوة الأيام رغم مرارتها. ثلاثة أمور أساسية تجلب لك راحة البال. أولها هو التوقف عن التفكير المفرط بكثير من الأشياء، وبالأخص الأشياء التي مضت وانتهت وأصبحت من الماضي. وثانيها هي مقاومة الرغبة التي تكمن بداخلك، تلك التي تجعلك ترغب دائما بالحصول على ما يملكه غيرك. وآخرها هي مسامحة الآخرين والتخلص من الحقد والغل تجاههم مهما فعلوا في حقك. التفكير المتواصل بشكل مبالغ فيه يجعل الدماغ يخلق سيناريوهات سلبية لأمور لن تحدث وقد تنعكس سلبا على الصحة النفسية. قوة الشخصية لا تعني التحكم في الآخرين والسيطرة عليهم، بل تعني أن يراك الآخرون شخص قوي متزن ويثقون بك وبآرائك واستقلاليتها. نحن بحاجة إلى الخلاف أحياناً لمعرفة ما يخفيه الآخرون في قلوبهم لنا. قد تجد ما يجعلك في حالة ذهول وصدمة، وقد تجد ما تنحني له احتراماً وتقديراً، فالغضب غالباً ما يفضح الأخلاق. كان هذا كل شيء. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ودمتم بخير.